ما الذي حدث في هذه البحيرة الساحرة اللي الناس كانت بتجيها عشان تزور وتقعد؟ عملتوا ايه يا فندم؟ ايه اللي حصل يا فندم؟ مساء النور استاذ احمد، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين وجميع اللي بيسمعونا والمهتمين بشؤون البيئه وشؤون الموارد المائيه والري. اتفضل يا فندم. سيادتك، احنا طبعا سيوه هي من اشهر المنخفضات اللي موجوده في الصحراء الغربيه. والانخفاض على مستوى سطح البحر بيديها ميزه ان موجود فيها المياه الجوفيه بتطلع بصوره متدفقه طبيعيا في صوره ينابيع وعيون طبيعيه. وده لا يخفى على الجميع، وده من اهم ميزات سيوه الطبيعيه. نعم. طبعا سيوه برضه بتتميز بانها مكان تاريخي قديم وده معروف على مستوى العالم. وهي مقصد فعلا ساحر لكل من يريد الهدوء والجمال. صح. وكل ده تمام طبعا. وهذه الميزات هي اللي دعت الدوله للاهتمام الشديد بواحد سيوه. واحد سيوه حضرتك من فتره طويله، من اكثر من 30 سنه، مع ازدياد الاستثمارات الزراعيه وزياده الرقعه الزراعيه وبشكل طبيعي جدا بيحصل نتيجه الري، بيحصل صرف الزراعي اللي حضرتك عارفه في كل انحاء الجمهوريه. نعم. ومن طبيعه سيوه برضو اللي هي قلنا عليها اللي هي مديها الميزه كعيون طبيعيه، هي نفس العيب اللي بيخلي ان هي تبقى كل بقعه فيها اقل منسوب. كل ما اقل منسوب كل ما بقت نقطه تجميع ميه سطحيه. فالمياه الصرف بالطبيعي بتمشي في الشرايين بتاعتها في المصارف الطبيعيه وبتوصل لنقط اللي هي الاكثر انخفاضا. دي كونت اربع بحيرات من ناتج الصرف الزراعي موجوده منتشره في سيوه من الشرق للغرب. اللي بحيره فطناس هي بحيره جانبيه موجوده بجوار بحيره او بركه سيوه. بركه سيوه موجوده في المنتصف، واللي بيديها الاهميه بتاعتها وجودها في المنطقه التاريخيه. والمدينه القديمه. فاللي حصل حضرتك احنا من 2018 في تكليف رئاسي بوضع حل جذري لحل مشكله زياده الصرف الزراعي بواحد سيوه، لان ارتفاع منسوب ميه الصرف الزراعي ادى لتاكل كتير جدا من مساحات الاراضي الزراعيه القديمه. وطبعا ليها قيمه اقتصاديه عاليه جدا كاراضي، وكمان الانتاجيه بتاعتها من الزيتون والبلح، واللي بتميز واحد سيوه عن مثلها زي واحات الوادي الجديد والكلام ده كله. قلت شويه؟ قلت كتير يا فندم. اللي حصل حضرتك اللي انت شايفه هو جفاف طبيعي وليس تجفيف. على قد ما حضرتك برضو بتتكلم، يعني مشكورا كل المهتمين بسيوه بصراحه ابدوا يعني انزعاج شديد من اللي حاصل. لا، اللي حصل ده جفاف طبيعي مش تجفيف. لا يا فندم، جفاف يعني مش طبيعي من جانب جدا. مش من جانبكم. لا يا فندم، بالعكس، الدوله بتولي اهتمام شديد جدا بارتفاع، لان بقول لحضرتك احنا الواحد بتعاني فعلا، وكان مطلب شعبي ان احنا نحاول نلاقي حل الارتفاع الارتفاع اللي هو مستمر. طيب الجفاف الطبيعي ده جه منين؟ جاي يا فندم من ارتفاع درجه حراره شديد السنه دي، وده تغير مناخي. اذا كنت حضرتك بتغفله انا معلش بعترض مع حضرتك، هو التغير المناخي موجود على مستوى العالم وليه تاثير كبير. يعني اللي حصل عندكم ده نتيجه للتغير المناخي؟ ارتفاع درجه حراره يا فندم في الصيف، وده طبيعي، كل الواحه عارفه الكلام ده. ان الارتفاع درجه الحراره في الصيف بتؤدي للجفاف. وعند حضرتك في بحيره اخرى موجوده في اغرمي. دي بحيره كبيره جدا. وبالتالي بيحصل فيها الجفاف الجفاف الشديد اللي بيحصل بينتج ملح صخري عالي عالي العائد الاقتصادي. نعم. اللي حصل ان بركه سيوه بس هي منطقه، هي يعني منطقه منخفضه جدا، فبالتالي منسوب الميه اللي في البركه عالي. فالجفاف ما كانش بيبان فيه بالشكل الملاحظ قوي. اللي حاصل السنه دي احنا بقالنا سنتين بالظبط من ساعه التكليف الرئاسي، زي ما بقول لسيادتك، احنا شغالين في مشروع اسمه مشروع تطوير منظومه الري والصرف بواحد سيوه. مكلفه به وزاره الموارد المائيه والري بالتعاون مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه اداره المياه. بيتخلل البروتوكول دوت بعض الاعمال من شانها هي بتدور على محورين اساسيين. تقليل المياه المصدر اللي بيجيب المياه للبرك. وفي نفس الوقت محور اخر مهم جدا وكان مطلب برضو من احد مطالب الشعب ومتمثل كمان في لجنه الزراعه والري بمجلس النواب. مشكورين كانوا بيشجعوا هذا المحور الثاني اللي هو نقل بعض او جزء من المياه اللي كانت متجهه لبركه سيوه لمنخفض اخر شرق الواحه ما فيهوش اي مشاكل وبننقل المياه فيه. اللي حصل السنه دي احنا طبعا بدايه الشغل احنا بنحفر. الجفاف ده دكتور محمد حصل من امتى الجفاف ده او بدايته من امتى؟ الطبيعي يا فندم من 15/7. 15/7. وده الفتره الاساسيه اللي ارتفاع درجه الحراره في الواحد. كل سنه بتحصل كده ولا اول مره تحصل كده؟ لا، هو اول مره تبان بالشكل ده بالحده، انما هي كل سنه موجوده يا فندم. لا بس بالشكل ده انه بقى ما بقاش في ميه عندي، بقت الميه مش موجوده اصلا. بقت الميه مش موجوده ليه؟ لان هو عباره عن شيت صغير، الثيكنس بتاعه مش عالي، فبالتالي درجه الحراره بتاثر عليه بالشكل الملحوظ اللي حضرتك شفته. هو حضرتك لو عندي انا ثيكنس، لو عندي عمود من الميه كبير،
وهو مسطح، فبالتالي تأثير الشمس عليه هيبان، وده حضرتك ممكن تشوفه لو اللي بيصور بيصور جزء من البحيره ورا الجسر. احنا حضرتك على فكره المنظومه عندنا احنا عاملين جسور حوالين البرك، فالجسر دوت حضرتك احنا بنحافظ بيه على الاراضي المتخمه للبركه، وفي نفس الوقت بيبقى معانا مصرف عمومي جنب الجسر، ده اللي بنجمع بيه المصارف اللي كانت بتصب مباشره في البركه، وبنعمل محطات رفع بترفع من المصرف للبحيره الاساسيه البركه الاساسيه. نعم. فحضرتك لو تشوف البركه الاساسيه هتلاقيها متاثره برضه بالجفاف. نعم. برغم ان احنا رافعين لها ميه بمعدلات ثابته وبنحافظ الميه هنا ميه ابار مش كده؟ ميه جو، لا يا فندم ميه صرف زراعي. ميه صرف زراعي. صرف زراعي. يعني احنا بنطلع ميه من الابار بتروي، ناتج الصرف ناتج الري بيبقى الصرف من الاراضي. نعم. طيب يعني وصلنا الوضع ده نتيجه للتغيرات المناخيه، نقدر نقول درجه الحراره هي اللي ادت للوضع اللي احنا بنتكلم عليه في هذه البحيره. هو يا فندم مركب، احنا حضرتك درجه حراره وتغير مناخي، درجه حراره عاليه دي بتسبب جفاف وده بيحصل كل سنه طبيعي. اللي حاصل احنا في بعض الاعمال قمنا بيها من شانها تقلل كميه الميه اللي ماشيه في المسار، بس لسه ما وصلناش للدرجه اللي هي المرجوه، لان احنا عايزين هدفنا الاساسي في المشروع لوصول لاتزان مائي يا فندم. دكتور محمد معلش حضرتك قول لي بس معلومه بالضبط، انه اللي حصل ده طبيعي مش من خلال شغلكم، مش انتوا المسؤولين عنه يعني؟ لا لا طبيعي جدا يا فندم، في نفس الوقت طبيعي. احنا المشروع واصل لحوالي من 50 ل 54% من المخطط الزمني للتنفيذ بتاعه. طيب احنا دكتور محمد معلش كان خليني اقول لحضرتك وحضرتك قول لي الحقيقه. طبعا. وزاره الري كانت عملت بيان يوم 9 هذا الشهر. تمام. ذكرت فيه الاتي. بيان المتحدث باسم وزاره الري. تمام سيادة. انه تقوم وزاره الموارد المائيه والري حاليا بتنفيذ العديد من الاجراءات لتطوير منظومه الري والصرف بواحد سيوه، والتي تهدف لوضع حلول جذريه لمشكلة زيادة الملوحة بمياه خزان الحجر الجيري المتشقق نتيجة الحفر العشوائي للأبار، وأنه يعتبر هذا الخزان هو الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعي واللي أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية، والأمر الذي أثر سلبا على هذه الأراضي وهي مشكلات قائمة منذ 30 عاما، وأن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة التنمية وتطوير ما بها من جسور وآبار وعيون طبيعية للحفاظ على الإنتاج الزراعي، يتم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وأدى هذا الإجراء، خلي بال حضرتك من اللي جاي، وأدى هذا الإجراء لانخفاض مناسيب المياه بالبرك والمصارف ومنها منطقة فطناس، ده غير الكلام الحاج بتقوله. لا يا فندم هنا وزارة الموارد بتقول انه اللي عملناه ده هو اللي ادى لانخفاض مناسيب ومنها المناسيب مش طبيعيه، مش ظروف مناخيه. اتفضل يا فندم قول لي. احمد بيه انا مسؤول الوزاره، حضرتك ممثل الوزاره موجود في سيوة. عظيم. فانا البيان يا فندم مش بعيد عني، وانا اللي قلته لسيادتك المحور محورين، احنا بنشتغل في المشروع على محورين. محور تقليل كميه الميه اللي رايحه للبرك، وده محور اساسي في المشروع، واحنا ده اللي اشتغلنا فيه جزء ويعني لا يتعدى 10% من الشغل. نعم. وده اللي مذكور حضرتك عندك في البيان. احنا قللنا كميه الميه بشكل، احنا بالنسبه لنا احنا لسه ما وصلناش لاقل من 10% كمان ليه. انما اللي حاصل ان هو كان في المنطقه المتخمه لجزيره فطناس، احنا بنحل مشكله كبيره جدا هنا في سيوه اللي هي تدهور نوعيه المياه اللي بتنتج من الخزان الحجر الرملي. نعم. الخزان الحجر الجيري. نعم. اللي هو معتمد على الزراعه. نعم. فبنحفر ابار عميقه وبنعمل خلط وبنقفل مقابل ده ابار سطحيه غير صالحه للاستخدام. نعم. لا يعني حضرتك لما حاجة اتكلمت قلت وانا كنت بتكلم انه ده مش تغيرات، حضرتك قلت لا ده نتيجه لدرجه الحراره وبالتالي تغيرات مناخيه هي اللي ادت الى هذا الانخفاض الكبير وبالتالي تاثر طبعا الميه ما بقتش موجوده. بالضبط. الوزاره بتقول انه الاجراءات اللي احنا عملناها هي اللي ادت لانخفاض مناسيب الميه. يا فندم معلش انا عايز بس انا مع حضرتك ما عنديش مشكله، بس انا بقول لك حاجه الكلام اللي قلته حاجه جزء في البيان حاجه تانية. لا يا فندم هو انا بص طب اقول لحضرتك هقولها لك بصوره اخرى. حضرتك احنا اللي حاصل ان احنا في ميه بتدخل البركه، انا مشروعي ان انا اقلل الميه اللي داخله. حاصل ان احنا في الصيف والشتاء المناسيب بتتغير. طبعا لاحتياجات النبات، طبعا النبات في الشتاء ما بيحتاجش نفس كميه الميه اللي محتاجها في الصيف، فالميه اللي محتاجها النبات بيتم يعني بتبقى بتستخدم في الري بشكل عالي جدا في الصيف، فبالتالي كميه الميه اللي رايحه اصلا للبرك بتقل في الصيف. حط ده حضرتك مع
ان الجفاف ودرجه حراره يبقى احنا كده في اتجاه واحد اللي هو زي السرعه النسبيه كده حضرتك. نعم. الاثنين عكس بعض، فاحنا بالتالي مفيش ميه جايه وشمس درجه حراره عاليه بتبخر. نعم. فبالتالي بان الشكل اللي قدام حضرتك، وباكد لك ثاني ده بيحصل كل سنه انخفاض مناسيب في الصيف. لكن لاول مره يحدث زي ما حصل السنه دي. من 22 سنه يا فندم، من 22 سنه ان الموضوع ده اتكرر قبل كده. برضه نتيجه اجراءات من شانها يا فندم اعلاء او زياده، يعني الحفاظ على القيمه الاقتصاديه العاليه جدا لاراضي الواحه والمحاصيل الاساسيه فيها. السياحه يا فندم علينا عرفنا طبعا، والدوله حضرتك عارف قد ايه بتولي اهتماما كبير جدا لكل وللبيئه طبعا بشكل خاص. نعم. حضرتك اللي بيحصل ده في خلال شهر واحد فقط من السنه، وده اللي بان في حاليا. هترجع كما كانت امتى؟ من 15/8 يا فندم لحد او 15/9 هيبان فرق كبير. النهارده 15/8 من النهارده يا فندم، وحضرتك دي لو سالت هتلاقي ان دي بدايه رف الري عن المحاصيل عشان تبدا تنضج وحاجات زي كده، لان يعني خلال شهر البحيره دي هترجع تاني زي ما كانت؟ هترجع تاخد الشيت بتاعها والمنسوب هيبدا يعلى فيها طبيعيا، لان هو مرتبط بالمنسوب اللي موجود في الواحد في البركه. معانا شهر من دلوقتي ان شاء الله يا فندم، يعني بعد شهر ان شاء الله نكلم حضرتك باذن الله تعالى، ولو لينا عمر باذن الله ويدينا ويديك الصحه يا رب كده ان شاء الله. لا الدنيا زي ما كانت كده جميله بشكل طبيعي جدا يا فندم، ترجع الجزيره الساحره زي ما بنقول كده والناس تيجي دايما ان شاء الله يا فندم باذن الله ان شاء الله رب العالمين. اشكرك دكتور محمد شامه وكيل وزاره الموارد المائيه بكل الشكر لحضرتك.